OnPassive. داعمونا دائما لكي اختنا المرأة القوية الصلبة الصمدة اللي بتتغلب على كل المحن ومن اهمها مرض سرطان الثدي. فكل التقدير والاحترام وكل الدعم ليكم جميعا. Hi. Just because we cannot control what life throws at us, that does not mean that you cannot handle it. And you, and only you, were able to prove to everyone that you can. God bless you. إن الوهم نصف الداء والإطمئنان نصف الدواء والصبر أول خطوة للشفاء. The only person that can save you is you, my Sheryl Crow. لا حياة بدون إرادة ولا أمل بدون صبر. قفي في نورك وأضيئي بريقا لأنها هذه هي الطريقة التي يهزم بها الظلام. فبغض النظر عما تقوله الإحصاءات هناك دائما طريقة للنجاة. اقبلي ما هو موجود واتركي ما كان وكوني مؤمنة بما سيكون. Embrace the pain and burn it as a fuel going forward. عيش الحاضر واستمتعي بمستقبلك. Stay strong. أنت من رسمت لنا طريق الأمل بعزمتك وإصرارك. عيش الحاضر واستمتع بكل تفاصيله كم أنت جميلة. Never give up, never give in, never ever ever give up. أنت أكثر شجاعة مما تعتقدين وأكثر قوة مما تبدي. You are not alone, we are with you. حياتك هي قصتك. اكتبيها جيدا وانظري لنفسك بكل فخر. You are stronger than cancer. Soon, when all is well with you, you will wanna look back to this period of your life and you will be glad you never give up. Thanks. In order to succeed, we must first to believe that we can. Smile, happiness overcomes difficulties. All the love and support for every breast cancer patient. Maging malakas at matapang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lagi tayong magtiwala sa Diyos. Lagi kang kukuha ng lakas sa mga taong nagmamahal sa'yo. Labalan! الرسالة دي موجهة لكل امرأة عظيمة، كل امرأة اتحدت الألم، وكل امرأة صبرت وكان عندها جلد واشتغلت على نفسها لحد ما ربنا إن شاء الله جاب لها الشفاء. يا رب يشفي كل مريض من أمراض السرطان يا رب العالمين. وبقول دايما للمرأة انتبهي لنفسك، دايما لازم تنتبهي للفحص بشكل دوري كل سنة، لازم تهتمي بنفسك شوية. حبي نفسك زي ما بتحبي أسرتك وزي ما بتحبي أولادك. اهتمي بعملية الفحص الدوري السنوي وربنا يشفيكي ويشفي كل مريض.